من مختلف القارات تجمعت هنا وتجمع عشاقها في معرض ليبيا الدولي للقهوة والصناعات المصاحبة لها. وكالات عالمية للبن تشاركها أيضا مجموعة من المطاحن المحلية التي ترى في هذا المعرض سبيلا للتوسع خارجيا. نشتغل بجميع أنواع القهوة الأخرى، يعني زي البرازيلية، الكولومبية، الأثيوبية، من أرقى أنواع القهوة، ونحاول ديما نطور إن شاء الله ونعطوا أكثر ونوصل حتى برا ليبيا بإذن الله. تم تسجيل المعرض محليا ودوليا ويحظى برعاية فخرية من غرفة التجارة الليبية الإيطالية، وأقر المنظمون اعتماده سنويا في اليوم العالمي للقهوة لفتح آفاق التعاون بين التجار. هذا ممكن يفتح آفاق التعاون بين التجار كغيره من المعارض، وكذلك المشاركات الدولية، يعني كما ذكرت لك هناك حتى رعاية فخرية من غرفة التجارة الإيطالية الليبية. اقتصاديا يستبشر التجار ورجال الأعمال بتنظيم هكذا معارض، مرحبين بتنظيمها في مختلف المجالات لتحريك عجلة الاقتصاد التي أضرتها الحروب والأزمات المتتالية. أي عمل ينتج قيمة إضافة هو قيمة إضافة على الناتج العام الليبي إن شاء الله، وكان قرش واحد فهم مرحب به. عبر بوابة طرابلس انطلق معرض ليبيا الدولي للقهوة كأول معرض في المغرب العربي، وبمشاركة من الدولة الجارة تونس كحدث تجاري لدعم العاملين في هذه الصناعة. ويعتزم القائمون على المعرض إقامته كل عام في مدينة مختلفة نظرا للطلبات التي وجهها إليهم صناع القهوة من مختلف مدن البلاد. تفنن الليبيون في صناعة القهوة منذ القدم حتى تنوعت مسمياتها هنا، إذ تعود فقافة صناعة القهوة في ليبيا لفترة الحكم العثماني، ويسعى المنظمون عبر هذا المعرض إلى تطوير هذا المجال. إبراهيم العبدلي، العربي، طرابلس.